السلام عليكم، معكم دستور من قناة دستور على اليوتيوب. معنا فيديو استعراض للسلاح الجو الأردني. نبدأ الفيديو، إنك تشترك بالقناة واضغط لايك. ويلا نبدأ الفيديو. بدأنا الفيديو. السلاح الجو الأردني يبدأ دلوقتي المناورات والتدريبات. احنا هنقدم سلسلة دلوقتي الجيش الأردني فضل القوة البحرية، وهنخش على الجيش العراقي والجيش السعودي والجيش الاماراتي وسلسلات عن الجيوش كلها. بس احنا هنبدا سلسله، بدايه السلسله هتكون من الجيش الاردني. يلا لو عجبك السلسله اضغط لايك واشترك في القناه. بدانا تيارات التدريب. تيارات التدريب في تيارات نقل العسكريين، في تيارات برد استعراض جوي، من سيارات الاف 16 الامريكيه. سيارات الاف 16 الامريكيه دي معظمها كلها في الشرق الاوسط، يعني اكبر مستوردين منها في الشرق الاوسط. على المملكه الاردنيه الهاشميه دي طائره هليكوبتر لنقل الركاب والجنود. طائرات الاف 16 تجاه تاريخها ممكن تلاقي 90% من طيارين الطيارات في الاردن من الاف 16. دي اقلاع من النساء، برونا اقلاع النساء من جوا المركبة ومن برا. تلاقي طيارات، طيارة تدريب دي بتكون طيارات تدريب. شوف دي بيعمل مناورة، بص تعمل مناورة نقرب العربية ازاي. اللي بتاع الأحمر ده اللي بيضربوا من ورا دي عشان في صاروخ وراه يداهم الصاروخ. يبقى دي تدريبات، تجيب الصاروخ، الصاروخ مرة يعني التاني. شوف الطيارتين مقربين بعض، الطيارتين متقربين عن بعض، ودي بتدرك حاجة في السماء اللي جاي بيطلع. دي ممكن تقلهم لغات بالإيد. دي طيارات الإف 16 عاملين الرسم 7. دي بيجهز عشان الإقلاع. تلاقي مساتير الطيارات هناك الإف 16، يعني مصر حدها أكتر مستورد، تستورد من جميع أنحاء العالم. فيها جميع الأسلحة، دي صواريخ، دي صواريخ، حسب بقى أنواع بقى الصواريخ، بتستوردها من كل أنحاء العالم. دي تدريبات أهو، دي بتشوف الطيارة قبل ما يطلع في حاجة في عيب. دي طيارة، دي طيارة الروس بتاعهم، دي مناورة برضو. دي طيارة بتاعت الوقود، يعني بتديها وقود وهي في السما، يعني مش شيلها لازم تنزل الارض عشان تاخد الوقود، لا من السماء وتديها الوقود على طول. دي طيارات نقاط الجنود، دي المطار عشان يطلع بتديله التعليمات قبل ما يطلع. دي يكون مدهمات مهمات كده، قضاء التكفيريين. مثلا تلاقي الجيش الاردني هي طيارات الاف 16 وطيارات نقل الركاب والمعدات العسكريه الثقيله. دي بيربط الحزام، بيربط كله. بدأنا يبدأ خد بقى الطيارة وحطت الأكسجين، هيبدأ بقى الإقلاع دلوقتي. هيبدأ الإقلاع، بدأ الطيارات تاكل الركاب. دي مهمة أو تدريبات، دي بيرفع علم كل الطيارات. كل بص دي تدريب استعراض، استعراض دي طيارات الاستعراض الأردنية، دي طيارات تاكل الركاب مرة فخمة، فخمة مرة فخمة. مستعد برضه، يعني مرة قوة جبارة، قوة المملكة الأردنية الهاشمية. يستعدوا لإطلاع الطائرة، إطلاعها، الركوب عليها. دي طيارة كرسي مقعدين، ممكن تلاقي مقعد ورا تدريبي ومقعد ده السائق الرئيسي عشان أعلم الطيران. دي بشوف الحاجة لما الطيارة تطلع، أشوف كل حاجة شغالة تمام، حاجة لما تطلع مش لاقي عين في السماء، لا قدر الله ممكن توفي. طيارات تدريبات، دي كلها تدريبات. دي الليل بلد ده قصد الاشتراك نصيل الف، واشتركوا ونقطة لايك نصيل اكبر على الكات، ومع السلامة.